مرحبا في درس آخر من دروس اللغة الإنجليزية مادة الجرامر المرحلة الثالثة Chapter 12 Part of Speech Form Classes. موضوع الدرس لهذا اليوم هو الأدفيربس بالفورم كلاسز. الأدفيرب يعني نعرفه من خلال شكله باتصال أربع أنواع من Derivational Suffixes. من خلال هاي Derivational Suffixes نعرف هذه الكلمة هل هي adverb أو لا، هل هي ظرف أو لا، من خلال اتصال يعني مورفيمات معينة. إذن هن النوع الأربعة derivational suffixes، أربع أنواع، اتصالهن بهاي النوع معين من الكلمات تتحول الكلمة إلى ظرف، فتشير هاي المورفيمات إلى الظرف إلى يعني adverbs. أول شيء ال ly derivational suffix ly يضاف السورس ادجكتيف يضاف الى بعض انواع او العفو عاده يعني احنا هذا الادفيرب يعني الال واي تقريبا اكثر نوع الادفيرب المار علينا بالنسبه للغه الانجليزيه، يضاف الى الصفات تتحول الى ظروف يعني ظرف مال مانر. ففورتشنت فورتشنتلي هذا اول نوع ينضاف الى الصفات يتحول الى ظروف. اذا الكلمه بها هذا الال واي يعني شوف الكلمة بها ly مورفيم ly مضيوف إلى adjective فهذا ظرف، يعني هاي النوع الأول من الـ derivational suffix متصلة بالصفات نوع معين من الكلمات تتحول إلى ظروف من خلال هذا ly مضاف إلى adjective. فنشوف أول شيء الكلمة بها ly هل هي مضافة إلى adjective؟ مضافة إلى adjective، إذن هذا ظرف يعني بالنسبة للاختبار. النوع الثاني source noun، المورفيم الثاني هو wise. هذا المورفيم هو قديم باللغة الإنجليزية لكن عاد استخدامه باللغة الإنجليزية بصورة واسعة، يضاف إلى الأسماء تحول إلى ظروف. هذا النوع الثاني wise يضاف إلى عدد معين من الأسماء تحول إلى ظرف، مثلا student student wise ظرف. نشوف الكلمة يعني إذا غير student مثلا أصلها اسم متصل به هذا المقطع derivational suffix wise فاصير الظرف تشير يعني من خلال شكل من خلال الفورم احنا جنزت الفورم كلاسز هاي الكلمة هي ظرف من خلال هذا المقطع. هذا المقطع الواز ينضاف الى عدد معين من الاسماء تحول الى ظروف. ان النوع الثاني wise. النوع الثالث derivational suffix word يضاف الى عدد معين. النوع الثالث derivational suffix word يضاف إلى عدد معين من الأسماء تتحول الكلمة إلى ظروف. شلون عندنا north northward كذلك يعني من خلال الشكل هو بالنسبة للform classes. نشوف الكلمة أول شيء نلاحظ بها مثلا word هذا suffix يتصل بعدد معين من الأسماء لتحويله إلى ظروف. فأول شيء نشوف هاي هذا المقطع نشوف إنه بالكلمة المتصل به هل هي اسم أو لا، هي اسم فإذا هذا ظرف من خلال يعني الشكل من خلال المقطع يعني إذا كان ly مضافة إلى الصفات الwise مضافة إلى عدد معين من الأسماء. نشوف هاي كنا كذلك هم هذا المقطع نشوف الكلمة المتصل به اسم فهي ظرف، ويعني عادة أول ما نشوف الكلمة نشوف هل بهذا المقطع أو لا ونشوف الأصل الكلمة. إذا كانت اسم فهو ظرف عادة يعني هي يعني من تجي بالامتحان أو بالأسئلة فهي اسم فتحول الى ظرف بإضافة هذا المقطع الورد. بالنسبة للمقطع وورد الكلمات المتصلة به مثلا هذا الظرف الايرث وورد ممكن تكون صفة او ممكن تكون ظرف حسب البوزيشن يعني حسب موقعها في الجملة. هاي الكلمة المتصلة به هذا المورفيم الورد الايرث وورد هذا المورفيم اذا اجى مكان معين مكان معين من مكان الظرف يصير ظرف، اذا اجى مكان الصفة فيصير صفة يعني حسب الموقع. ممكن تكون هاي الايرث وورد هذا يعني المورفيم المتصل بعدد معين من الكلمات ممكن تكون ظرف وممكن تكون صفة. شلون نلاحظها مثلا عندنا هاي الكلمة the earth word هاي الكلمة earth word ممكن تكون صفة وممكن تكون اسم يعني هذا المقطع هاي الكلمات متصل بها هاي المقطع suffix word اللي تشير الى الظرف ممكن تكون ظرف وممكن تكون صفة حسب الموقع. مثلا عندنا هسه هاي الكلمة the earth world drop of the parachutes was spectacular
فهاي هنا هاي الكلمة صارت موديفاير على هذا المقطع النانو فريز the drop of the parachute the drop of the parachute test. هذا هنا هاي الكلمة جاي يصير موديفاير لهاي النانو فريز. موقعها هنا حسب الجملة هي adjective، صير موديفاير على هاي النون فريز فهي ادجكتيف، يعني حسب الموقع هنا هي ادجكتيف، دخلت على هاي النون فريز فجاي يعني وظيفتها هي موديفاير. فهنا هي موقعها صفه حسب البوزيشن، يعني قبل النون جاي تجي تعدل على النون موديفاير. أما بالمثال الثاني as she stepped out the plane door and parachuted earthward she momentarily lost consciousness. هنا حسب الموقع هي ظرف وليست صفة، راح نلاحظ مثلا هذا earthward اجت بعد الفعل جاي هنا modifier على الفعل فهي ظرف. أما هنا وظيفتها يعني modifier دخلت modifier الverb، أما هنا صفة فهي دخلت على noun phrase بالنسبة لها كموديفاير، فهنا وموقعها صفة. هنا هاي الكلمة نفسها هي دخلت على هاي الجملة موديفاير للفيرب فصارت ادفيرب. يعني حسب الموقع شلونه حسب الشكل فهي ادفيرب، يعني المقطع الكلمة تنضاف لهذا المقطع الوورد وهي بالأصل اسم فهي ظرف. حسب الموقع يعني هي حسب الشكل هي ظرف من تي من عندها، يعني نحن جايين في فورم كلاسز، لكن حسب الموقع ممكن تكون صفه وممكن تكون ظرف. هنا مكانها صفه قبل الناون نون فريز، هنا يعني موديفاي الناون يعني هنا تعدل او لها علاقه بالناون فريز، هنا دخلت بالجمله كموديفاير للفعل فصارت ظرف، يعني حسب موقع هنا العفو ظرف. فهنا حسب الموقع هي البوزيشن هنا يعني ممكن تكون adjective ممكن تكون adverb بالنسبة للأولى adjective، بالنسبة للنوع الثاني adverb. هنا adjective لأن دخلت على noun phrase، هنا adverb لأن modifier للفعل. بس كتوضيح هاي الكلمة هي adverb بالشكل يعني بالform هي adverb، adjective هي صفة بالموقع، يعني بالنسبة جاي نحكي على هاي الكلمة هسه هنا هي adverb سواء بالشكل أو بالموقع هي adverb، لكن بالنسبة للجملة الأولى هي adjective هي ظرف حسب الشكل، adverb حسب العفو adverb حسب الشكل، صفة حسب الموقع، وmodifier by function. فهي adverb in form بالنسبة للمثال الأول وadjective in position و function modifier by function، بينما بالجملة الثانية لا هي ظرف سواء بالشكل أو الموقع و modifier بال function. هاي بما يخص هاي النوعية هذا suffix معين الورد يدخل عليه مجموعة من الأسماء يحوله إلى adverb. ممكن يكون adverb بالنسبة للشكل فهو adverb، بالنسبة للموقع ممكن يكون صفة حسب الموقع حسب موقع الكلمة، ممكن يكون ظرف، وبالنسبة للفانكشن الوظيفة فهو موديفاير. عندنا النوع الرابع هاي الاس تدخل على عدد معين من الاسماء لها علاقة بالزمن او الوقت تحولها الى ظروف. شلون عندنا نايت نايتس، هاي الكلمات يعني هاي الاس تدخل على اسماء معينة تحول لها علاقة بالزمن او الزمن او الوقت تحولها الى ظروف تصير نايتس. هاي الكلمات نفسها مثل نايتس دايز هاي الأسماء ممكن العفو الكلمات ممكن نقول إنها مو ظروف، ممكن نقول إنها هاي أسماء. ليش؟ مثلاً هسا هاي day مفرد days جمع، night مفرد night جمع، يعني ممكن نقول إنه هذا أس البلورال يعني مورفيم الجمع وليس هاي الأس، يعني شلون هومفون. فهنا يعني هاي the words could be equal justification noun plural، ممكن يعني نقول إنه هاي أسماء جمع يعني هاي أس البلورال وليست أس الverb، يعني منتجي مثلا بالأمثلة. فشون يعني نصنف هاي عن هاي، نقول انه هاي الدايز والنايتس يعني اذا طلب يعني تبرير او شيء او بالمثال يعني وضح شون هاي ممكن تكون
ظرف او اسم. شنو شلون الفرق ما بيناتهن؟ اذا اجت بالحاله الاعتياديه مثلا نحول هاي الاسماء الى ظروف من خلال هذا المورفيم الاس، نضيف الاس صارت هاي ظروف. لكن اذا اجى سؤال مثلا هاي الاس مثلا بالناس هاي اس البلورال، مو اس تحول لنا الاسماء الى ظروف. نقول شنو نقول؟ نقول انه هاي الكلمات مثلا دايز هي هي nouns بالشكل inform، هي nouns noun بالشكل، هي nouns. adverb in position حسب الشكل هي nouns، حسب الموقع فهي adverb. يعني هاي days هنا هذا حسب الشكل فهو noun، حسب الموقع فهو ظرف. ظرف modify the verb فهو ظرف. he wears days فهاي الكلمات حسب الشكل نقول ممكن نقول انها اسماء، حسب الموقع من الجملة فهي ظروف، وحسب الوظيفة فهي موديفاير. يعني تدخل على الفعل مثلا هنا بالظرف تعدل من معناه، يعني تصير موديفاير. ف هاي الكلمات ممكن تكون نون بلورال باي فورم، من خلال يعني من خلال الشكل فهي اسماء، من خلال الموقع فهي ظروف، حسب الموقع هاي مهمة جدا، حسب الموقع فهي ظروف، حسب الشكل فهي اسماء، وحسب الوظيفة فهي موديفاير. يعني إذا جوضح شنو هاي الكلمة، ليش مثلا نقول إنه هاي حسب الشكل هي أسماء، حسب البوزيشن هي adverb، وحسب الوظيفة فهي موديفاير. نقول إنه هاي لأن ممكن هاي الأس تشير إلى noun، تشير إلى المورفين بالبلورال، فهي أسماء، حسب الموقع هي ظرف. ليش؟ لأن تدخل على الفعل يعني تعدل على معناه، موديفاير لها علاقة بالفعل فهي ظرف حسب موقعها، وحسب الوظيفة فهي موديفاير لأن موديفاي ذا فير. هاي الاس كذلك تدخل على عدد معين من الورد جروب، كلمات معينة تدخل عليها فصير، يعني اكو ثنائية بالكلمات، يعني ممكن تجي الكلمة بهذا الشكل وممكن تكون بهذا الشكل. يعني تجي تدخل على كلمات معينة بالجملة ممكن تلفظ بهالطريقة ممكن تلفظ بهالطريقة، فتدخل على يعني كلمات معينة تصير لها شكلين double form. فممكن they looked toward the speaker، they looked toward the speaker، يعني مع s أو بدون s كلا الاختيارين فهو صحيح. أنا بس حبيت أشير إليه إنه هذا المورفيم يدخل على بعض الكلمات فيصير بها شكلياً، ممكن نلفظ بهالطريقة ممكن تلفظ بهالطريقة فهي صحيحة، يعني نفس الكلمة they look toward or towards the speaker. كذلك هاي الأس تدخل على هاي الظروف الفريكوانسي adverb، تدخل على بعض الظروف تغلقها، يعني تأتي في نهاية بعض الظروف وتغلقها، شون always و unawares تجي هم بنهاية بعض الظروف وتغلقها، يعني ما ممكن يجي بعد وراها فد شيء ثاني. النوع الخامس عندنا source noun شون student، و divide word by استخدام المورفين like. نوع الخامس يدخل على عدد معين من الأسماء يحولهن إلى صفات، إلى العفو يدخل على عدد معين من الأسماء يحولهن إلى ظروف. student like. والنوع الأخير source adjective يدخل على المورفيم suffix like يحولها إلى ظروف. casual like. يعني النوع الأخير المورفيم like يدخل على بعض الأسماء يحولهن إلى ظروف student like، وبعض الصفات يدخل على dislike يحولهن إلى ظروف casual like. أتمنى يكون الشرح واضح ومفهوم. إذا أكو سؤال أو استفسار أتمنى تكتبوا بالتعليقات. شكرا للاستماع.